بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بكم اعزائي الطلبه في محاضره جديده، وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي. وبهاي المحاضره نتحدث عن التمرين الثالث بالوحده الاولى. هذا التمرين صيغه السؤال put the verb into the correct form، يعني خل الفعل بالصيغه الصحيحه، يا اما مثبت او يا اما نفي. هو احنا يونتنا كله يتحدث على زمن المضارع المستمر، يعني كل الجمل هي مضارع مستمر، ولكن مرات تكون نفي ومرات تكون مثبت حسب المعنى. الجمله الاولى please don't make so much noise، يعني لا تخلي هوايه ضوضاء. I am trying، اذا هذه مثبت، الجمله هذه مثبت I am trying، يعني لا تسوي ضوضاء، اني احاول. Let go out now، خلينا نروح هسه. It is not raining، هي هسه ما تمطر، خلينا نروح، الدنيا ما تمطر. يعني خو ما انا اقول للواحد خلينا نروح الدنيا دا تمطر، ولو بالعراقي اي ما خليه من تقوم تمطر الجو يطلعون يعني. فمرات يعني بالعراق الوضع مختلف. على العموم، اذا هاي الجملة مو بالعراق، يعني اكتبوها خارج العراق، outside Iraq. زين. رقم ثلاثة You can turn off the radio. You can turn off the radio. طبعاً turn off معناها طفي. كتبها ملاحظة يمك. turn off معناها طفي. تقدر تطفي الراديو مالتك. I am not listening to it. تقدر تطفي من الراديو مالتك. أنا ماذا أستمع له. إذا راح نقول I am not listening it. يعني خما أقول للواحد تقدر تطفي الراديو. أنا قاعد أستمع له. يعني أنت تقول طفي معناها أنا ما قاعد أستمع له. هيك. الجملة الخامسة she's on holiday in France، هي بالعطلة الآن. كيت فوند مي لاست نايت، كيت اتصلت بي الليلة الماضية. she's on the holiday، هي بالعطلة الآن. she is having a great time، هي دا تقضي وقت جميل. يعني she's يعني having لو she is not، اذا هي اكيد مثبت طالما هي بالعطلة، اذا هي تاخذ وقت جدا جميل. I want to lose يعني انا راح افقد الوزن مالتي this week، لذلك الجملة الخامسة راح اقول I am not eating او I'm not eating dinner، انا ما راح lunch، ما راح اكل وجبة العشاء. اذا انا ما راح اكل وجبة العشاء، السبب لان انا مسوي دايت. اذا انا مسوي دايت، اذا انا ما راح اكل، I don't eat. اذا مفتاح الحل يعني هاي الجملة، يعني هذا مفتاح الحل، كل نقطة نقدر نقول عليها اكو مفتاح حل. طبعا هاي لسهولة الحل خليت الجواب قدامنا حتى ما نضطر نعبر، يعني اوقف مرات اوقف التسجيل حتى اطلع، يعني تسهيلا للحل. رقم ستة Andrew has just start evening classes، بدأ بدروس مسائية. إذا هو بدأ بدروس مسائية he is learning، إذا هو يتعلم، ما راح نقول he is not learning، راح أقول he is learning، يعني هو دا يتعلم، he is learning. يعني هو يتعلم الجابانية، Japanese، يتعلم اليابانية. رقم سبعة عندنا شخصين have had arrangement، يعني arrangement معناها يعني شلون صار خلاف بيناتهم، يعني اذا صار عندهم خلاف they are speaking to each other، لو they are not speaking، اذا بيناتهم خلاف، يعني اذا هما بيناتهم خلاف they are not speaking to each other، يعني ما يتحاجون، احنا شو نقول ما يتحاجون، يعني ما يتحاجون يعني زين. الجملة اللي بعدها رقم سبعة I get tired I need a rest، يعني أنا أحتاج إلى راحة. إذن I am getting tired يعني أني صرت تعبان. I am getting tired يعني أني صرت تعبان. I need a rest يعني أنا أحتاج إلى راحة. I need a rest يعني أني أحتاج إلى راحة. I need a rest يعني أحتاج إلى إيش. إذا أنا أحتاج راحة معناها أني تعبان، خما أقول I am not getting tired، أنا ما تعبان، أحتاج راحة. إذا أنت ما تعبان معناها ما تحتاج راحة. رقم تسعة شخص اسمه تيم ورك توداي،
he is taking the day off. يعني هو اليوم أخذ عطلة. طالما هو أخذ عطلة إذن he is not working. إذن هو ما قاعد يعمل اليوم. He is not working today. إذن هو ما قاعد يشتغل اليوم. السبب لأنه أخذ عطلة. رقم عشرة. Do you know where she is? أنا أبحث عن فلانة. يعني أي اللي كان اسمها صوفيا أو يعني علي أو نور أو أحمد، أي اسم كان. I am looking for it. Do you know where she is? يعني هل تعرف أنت وين مكانها ووين مكانه؟ أنا أبحث عنه. إذن راح أستخدم زمن المضارع المستمر. إخوانكم ملاحظة مهمة، الأفعال ذني جدا مهمات. Look ينظر، try يحاول، learn يتعلم، eat. هذه هي الأفعال تدل على الاستمرارية. أكو أفعال ما تدل على الاستمرارية، يعني راح ناخذهن إن شاء الله بالمحاضرات الجاية. لهنا إن شاء الله ننتهي بهذا الدرس. أتمنى تشترك بالقناة وترسل هذه الفيديوهات لزملائك الطلبة حتى يستفادوا.